الخطوات كمان مره كملخص: لود للداتا سيت، تقسم الاكس والواي، تعمل فيت، تعمل بريدكت. تمام، احنا متفقين انه البريدكشن هذا اللي انا بعمله هذا مش صح، مش ريالبل. في فرق بين ان اقول مش صحيح، وفي فرق بين ان انا اقول انه مش قادر انه انا اعتمد عليه، غير قابل للاعتماد عليه. ليش؟ لانه انت فعليا انه انت اديته مسائل ورحت امتحنته بنفس المسائل، فبالتالي انت بتخشى انه يكون الموديل هذا حافظ مش فاهم. يعني انا علمتك على 10 مسائل الرياضيات، ورحت امتحنتك جبت لك 3 مسائل من العشرة هذول اللي انا علمتك عليهم. تبقى انت صحيح ممكن تكون فاهم، ولكن انه في نسبة كبيرة او انه في شك انه انت ممكن تكون حافظ المسائل هذول ورحت جبت لي الجواب. فبالتالي هنا بدنا ننتقل لمفهوم مهم جدا اللي هو انه احنا بدنا نقسم البيانات في الماشين ليرنينج بروجيكتس لجزئين: جزء بستخدمه في التريننج، وجزء بستخدمه في الايفالويشن. انا بشوف انه هذا التست سيت بمسكوش خالص، دونت تاتش. في مرحلة التريننج بمسكوش خالص، الموديل المفروض ما يشوفوش بالمرة. تمام؟ فالآن بروح بعمل تيست عليه، فبنشوف انه هدول الاكزامبلز اللي عمروش شافها هل فعلا بيقدر يجيبها صح ولا لا؟ كيف بتصير التقييم؟ انه هذه الداتا سيت مش انا عندي الاكزامبل والليبل تبعه، مش بقدر اقول بعد ما يعمل لي بريدكشن انه والله البريدكشن صح ولا لا. يعني هنا مش طلع لي سيتوسا. لو انا كنت لو انا كنت فعلا عارف انه النوع تبعها انه سيتوسا، فبقول انه هذه فيرسي كلر بالمناسبه، فبكون عارف انه البريدكشن جاب لي اياه صحيح، فبالتالي بقول انه بعد هذه كوركت وهذه انكوركت. تمام، فبالتالي اول خطوه مهمه عشان تقدر تعمل ايفالويشن لازم تفصل البيانات. في طريقتين في فصل البيانات، انه انت ممكن تفصل جزئين، وفي ممكن تفصل 3 اجزاء. تمام، عيني جاي لك بالكلام. هجيت الجزء الثاني هنا اللي انت بتستخدمه، بتروح بتعمل حاجه اسمها تيون للهايبر باراميترز. باراميترز تبعت مين؟ تبعت، ما سمعتش، علي صوتك. باراميترز تبعت ايش؟ البيانات فيها باراميترز، بيانات فيتشرز. الباراميترز تبعت ايش عاده بتكون؟ للالجوريثم، للخوارزميه، للماشين ليرنينج موديل. مش انت عندك الماشين ليرنينج موديل انت فيه له عيارات بتظبطه؟ زي مثلا الكي ان ان، مش بقول لك الكي نيرست نيبر، وانت عندك الفاليو تبعت الكي، ايش احسن موديل بيجيب لك احسن نتيجه؟ او ايش احسن قيمه للكي؟ ايش قيمة الكي اللي بتجيب لك احسن قيمة؟ يكون 7 نيبرز ولا 5 نيبرز ولا 11؟ بعمل تونينج، مرة بجرب 5، مرة بجرب 7، وبشوف مين النتائج هذه. هذا كلام وين بعمله؟ بعمله على الفاليديشن سيت. فبالتالي بروح باخذ يعني جزئية الترين هذه، احنا اتفقنا انه احنا خلاص نمسكهاش خالص، باخذ الترينينج بروح باخذ بقتطع منها كمان جزء. ايش بسميه؟ فاليديشن سيت. وايش الهدف منها؟ انه انا بعمل تونينج للباراميترز. تمام، في عندي طريقه ثانيه للكروس فاليديشن، حنرجع لها فيما بعد، في لها طريقه تقسيمها مختلفه خالص، يعني ممكن ادي لك اياها بشكل سريع. انه هو فعليا في هذا المثال انت ممكن تعمل قد ما بدك. في هذا المثال عامل 5 اكسبيرمنتس، ممكن تعمل 10، ممكن تعمل 7، يعني لغايه 10 في الغالب. ايش بتسوي؟ بتروح بتاخذ في الاكسبيرمنت الاولى بتبني 5 موديلز، تبني 5 موديلز في الكروس فاليديشن. هذه طريقه مختلفه في التيست. في الاكسبيرمنت الاولى او في الموديل الاول بتاخذ هذا جزء فاليديشن والبقيه تريننج.
في الموديل الثاني تاخذ الجزئيه الثانيه بتقسمهم لخمس اجزاء متساويه، تاخذ الجزئيه هذه فاليديشن والبقيه تريننج، والثالث هذه الجزئيه وهكذا. تمام؟ فبالتالي يعني بمعنى اخر انه انت زي كانه عملت تيست على بقيه البيانات، على كل البيانات في مواضع مختلفه، تمام، واستخدمت كل البيانات في التريننج، وبتروح بتاخذ الافرج تبع البرفورمانس تبع هذول الفايف موديلز. حنرجع لها فيما بعد، بس هذه طريقه مختلفه في التقسيم. احنا حنركز حاليا على هاي الطريقه في التقسيم، وترين وتست حاليا. احنا حنركز على هاي، هذيك حنرجع لها، حتلزم في بعض الشغلات. تمام، ارفع صوتك لو سمحت. هو العكس، لما انت عندك الداتا سيت بتكون كبيره تقدرش تعمل عليها كروس فاليديشن، لانه انت حتعمل 5 اكسبيرمنتس 5 موديلز، وكل واحد بياخذ لنفترض في التريننج 5 ساعات، هي 25 ساعه عشان تطلع هاي الشغله. تمام، لكن هجيت هنا 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 اذا كانت الداتا اتس يعني انه لارج انف فبتستخدم هذه الطريقة، إذا كانت سمول somehow بتستخدم طريقة الكروس فاليديشن. ليش؟ لأنه أنت بتخشى إنه لما تكون سمول داتا سيت إنه يكون في انحياز لجزئية معينة باي تشانس، إنه صدفت إنه والله الموديل يعني كان محظوظ وجاب الجزئية اللي أنت اخترتها للتست، اخترتها بشكل عشوائي صحيح، لكن إنه كان إنه بيجيبهم بشكل صحيح. فعشان هيك انه انت عشان تفند هاي الشغله بتروح تستخدم كروس فاليديشن. حنيجي في الكود كيف نعمل كروس فاليديشن، لانه شويه بده شويه يعني. تمام، خلينا في الجزئيه هذه انه طريقه التست نقسم لجزئين، تريننج الداتا سيت نقسمها لجزئين، تريننج وتست. هذه بنستخدمها في الفيت، وهذه بنستخدمها في البريدكت، يعني ككود هذه بنستخدمها في الفيت وهذه بنستخدمها في البريدكت. طيب كيف بدنا نحسب؟ مش انا بدي اطلع سكور في النهايه، رقم حسب التاسك. اذا كان كلاسيفيكيشن معادلات وطريقه، واذا كان ريجريشن معادلات وطريقه ثانيه مختلفه. في الكلاسيفيكيشن ايش الطريقه؟ في عندك حاجه اسمها كونفيوجن ماتريكس. تمام، في الكونفيوجن ماتريكس هنا لنفترض انه انا في عندي موديل بيطلع 2 كاتيجوري، هذا كمثال، ممكن يطلع 3 زي الايرس، ممكن يطلع 5، ممكن يطلع 7، بغض النظر. يعني انه احنا بنطبق الاكزامبل على 2 كاتيجوريز والكلام بينطبق على البقيه. يبقى انا عندي هنا بروح بقيس الموديل ايش جاب. انا عندي قديش جاب بوزيتيف ونيجاتيف، تمام، وقديش التارجت كان فعلا انه هو بوزيتيف وقديش كان نيجاتيف، وعلى هذا الاساس بحسب حاجه اسمها سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. تمام، وعلى هذا الاساس بقدر احسب حاجه اسمها الاكيوريسي، اللي هي عباره عن الاي زائد الدي تقسيم الكل. الـ A زائد الـ D هي إنه الموديل جاب لي بوزيتيف والإكزامبلز بالفعل بوزيتيف، كوريكت يعني. كذلك الـ D إنه الموديل جاب لي نيجاتيف والإكزامبلز أصلاً أوريدي هي نيجاتيف، فبالتالي كوريكت. فبالتالي الكوريكت أنا عندي هي الـ A والـ D. تمام؟ فعشان هيك بجمع الـ A زائد الـ D على الكل. عليكم السلام، الله يعافيك يا رب. طيب، ناخذ مثال بالأرقام. يعني على سبيل المثال هذا الموديل جاب لي 70 زائد 20 90.
تمام، جاب لي اياهم كلهم بوزيتيف. من ال 90 هذول 70 منهم كانوا فعلا بوزيتيف، و20 جاب لي اياهم انه هم نيجاتيف، بس جاب لي اياهم انه هم بوزيتيف. الان العكس. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظكم. اهلا وسهلا. والله عليكم السلام. طيب مثال بالاكزامبل كمان مره، زي ما ذكرنا انه فعليا انه انا عندي الموديل جاب 70 بوزيتيف، وهدول انه كانوا كوركت، تمام، و جاب لي 30 انه هم نيجاتيف، ولكن هم في الاصل اصلا في التارجت انه هم بوزيتيف، فبالتالي في البوزيتيف غلط في 30%. مركزين معايا؟ تمام. وبخصوص النيجاتيف او بخصوص النيجاتيف، الموديل جاب لي 80% صح، تمام، وغلط في 20 جابهم انه هم بوزيتيف، لكن هم فعليا في التارجت عباره عن نيجاتيف، فبالتالي مقدار الدقه عنده في النيجاتيف قديش؟ 80%. جاب 80 صح من اصل 100، تمام. فالان بدي احسب النسبه لهدول التنتين، بتروح بتطبق عدود المعادلات. ايش هي المعادلات؟ ايش الاكزامبلز اللي جاب لي اياها صح؟ اللي هي 70 زائد 80 على ال 200 بالضبط. 70 زائد 80 على ال 200 بيطلع انت عندك الاكيورسي 75%، تمام. هذا متى تستخدمها؟ في الكلاسيفيكيشن. اما الريجريشن، لسه هنحكي فيها الان. طب اوكي ماشي، ممكن نحكي فيها الان، لانه هذا الكلام ممكن ما ينطبقش كثير على الان. ال 75% هذه نسبه كويسه ولا لا؟ في الهيلث كير عموما 75؟ لا لا، يعني حسب التطبيق، حسب البروبلم، مش حسب الدومين، حسب البروبلم. يعني على سبيل المثال في التمويل تبع البنوك، تيجي انت بتقدم طلب، بدك تمويل، صح؟ ايش بروح بشوف الموظف المختص في هذا الموضوع؟ هو اللي بيقرر، بقول لك انه نديك تمويل ولا لا، برفضه. على اي اساس انه راح يدي لك تمويل؟ انه راح تقدر تسدد لي. ايش الفائده؟ انا بنك، انه كل واحد بيجي وبيسدد ليش، كل واحد بيجي وبيسدد ليش، حبست الناس كلهم في السجن. طب وايش استفدت؟ انا بدي فلوسي. لا، انا بدي ادي ناس تقدر انه هي تسدد فيما بعد. ايش بسال؟ بسال انه انت السكن تبعك قديش، انه انت ضليت فيه اخر مره، الشغل تبعك قديش ضليت فيه اخر مره. هذه كلها مؤشرات انه بشوف انت مستقر في السكن ولا لا، مستقر في الشغل ولا لا، مش بتشتغل عند واحد يدوبك يعني ما بتكملش عنده اسبوعين بتصير تقول له النت عندك مش شغال مثلا، او بتصير انه انت تضلك تتشك وان طول الوقت، بتروح على تشتغل في شركه ثانيه وتصير تقول لهم انه الشاي اللي انتم بتقدموه هذا مش كويس، وتروح على شركه ثالثه، تمام، تحكي لهم انه المكاتب تبعتكم مش مريحه، انت واحد مش تبع شغل، تمام. فبالتالي انت عندك اضطراب في الوظيفه، معنى ذلك انه مش حتقدر تسدد. ايش رايك انه الموظف نفسه ممكن يخطئ بنسبه 60%؟ الموظف الاكسبرت اللي هو اصلا شغال في المجال وعارف كل هاي العوامل اللي بتعتمد انه والله حيسدد ولا لا، ممكن يغلط بنسبه 60%. انت رحت عملت ماشين ليرنينج موديل والاكيرسي تبعته 65%، تقول عليها عطله احسن من الهيومن اكسبرت. فبالتالي حسب الدومين، حسب الابلكيشن في الدومين، تمام.
تقدرش تقول انه والله 65 لا هاطلة، لا لازم بدنا حاجة في التسعينات. لا، الموضوع مش نتيجة توجيهي انه بدك حاجة في التسعينات او بدك امتياز. ممكن تكون في بعض الابليكيشنز نسبة 65 ممتازة، في ابليكيشنز تانية بقول لك اقل من 98 بنفعش. تمام؟ فعلى هذا الاساس بده يكون في عندك حاجة اسمها baseline. ايش يعني البيسلاين؟ يعني اشي مرجع ترجع له في هذا الاطار. يعني انا في تطبيق البنك اللي حكيته الان انه ايش المرجع تبعي، انه اكتر واحد خبير ممكن يجيب يغلط، يعني انه او يخطئ بنسبة 40%، يعني الدقة تبعته 60%، انا جبت 65 فبالتالي افضل. نيجي لمجال السنتمنت اناليسس، انه انت تحلل التويتات مثلا بوزيتيف ونيجاتيف، بقول لك افضل موديل موجود في السوق بجيب 90%، فبالتالي انت بنفعش تجيب تقول لي والله انا جبت 82، لا بنجيب احسن منه بنفعش، لا لازم تجيب اشي فوق 90 بناء على state of the art. ايش state of the art؟ اللي هي حالة افضل ما توصل اليه العلم، يعني ان صح التعبير في هذا المجال، في المودلز في هذا المجال. تمام؟ طيب الان نيجي للريجريشن. في الريجريشن فعليا احنا في عنا اكتر من ميجور. هناك الميجور احنا ايش سميناه؟ accuracy، وبيتفرع منه two majors اللي هما specificity والsensitivity. تمام؟ هنا في عنا عدة majors، هناك major واحد بتفرع منه two majors، هنا في عنا عدة majors ممكن تستخدم احدها اللي هي ايش؟ root mean squared error. ثواني. relative squared errors will mean absolute error. المعادلة تبعتها لو انت في عندك شغلتين البي والاي، البي اللي هي البريدكتد والاي اللي هي الاكشوال. مش احنا حكينا اخذنا الداتا سيت جزء منها للتست؟ انا في عندي اكزامبلز، عارف ايش الليبل تبعها، الاكشوال ليبل تبعها. تمام؟ فبالتالي هنا هذا الكلام انا يعني عفوا عارف الاكشوال تارجت تبعها، الفاليو تبعتها، لانه هذا ريجريشن ارقام. تمام؟ فانت عندك الاكشوال فاليو والبريدكتد فاليو، يعني ممكن يقول لك والله سعر البيت الاكشوال سعره 150,000، انت لما عملت بريدكشن رحت عملت بريدكشن 149,000، في ايرور ولا ما فيش؟ في ايرور. كيف تحسبه؟ هذا ناقص هذا. في الروت مين سكويرد ايرور بتروح بتربع الايرور، طبعا المجموع لكل البيوت اللي انت بتعملها تيست. تمام؟ وبتروح بتحطهم تحت الجبر. تمام؟ وبتقسم على عددهم. اما في الريلاتيف سكويرد ايرور، هذا ريلاتيف تاخذ زي ابسوليوت، يعني انه انت بتروح ريلاتيف بالنسبه للمتوسط اللي هو البريدكتد ناقص الاكشوال على متوسط الاكشوال ناقص الاكشوال بالضبط لكل بيت. تمام؟ عشان هيك بسموه ريلاتيف سكويرد ايرور. اما المين ابسوليوت ايرور بياخذ الابسوليوت فاليو للديفرنس، لانه انت عندك ارقام، انت تنبأت لي انه سعر السهم بكره حيكون 17 دولار، ورحت تنبأت لي اياه انه 15.5، في ايرور دولار ونص. تمام؟ فهو عباره عن حاصل الفرق. تمام؟ بتقسم على العدد سميشن وبتقسم على العدد، هذا الريلاتيف. كيف؟ قيمه مطلقه، ابسوليوت. والريلاتيف ابسوليوت ايرور دائما الريلاتيف دائما بتاخده لمين؟ لا بالنسبه للمتوسط، انه هو نفس الترم اللي فوق هنا، بدل ما بتقسم على الان بتقسم على بالنسبه للريلاتيف اللي هو المين بهذا الشكل. تمام؟ متخيلينها كيف؟ يعني على سبيل المثال انه انت عندك
هنا الايرور عادي، الايرور هو عبارة عن حاصل الفرق. تمام؟ انت عندك هنا 13 عملت بريدكشن 12، هنا هنا 120 عملت بريدكشن 120، فبالتالي الايرور 0، وهنا البريدكشن 76 وانت عملت بريدكشن 70. هنا الايرور ببساطة انه هو عبارة عن هذا ناقص هذا. تمام؟ فبالتالي هذا الايرور 0.06. الان انت بتحدد ايش بدك تحسب؟ بدك تحسب ابسوليوت ايرور، تروح تاخذ ابسوليوت لهي الفاليو. طبعا من حسن حظنا يعني ممكن نضيف واحد رابع انه يكون العكس، يكون العكس انه مثلا على سبيل المثال 12 وهنا 124، ايرور كبير هذا بالمناسبه. فهذا انا الايرور عندي هنا بالماينس. تمام؟ فهنا بتروح تاخذ الابسوليوت فاليو تمام؟ صار كله بالموجب بهذا الشكل، وهنا بتروح بتقسم على العدد، الايرور النهائي هو عبارة عن المجموع تقسيم العدد. هنا الفاينل ايرور هذا عبارة عن مجموع هدول تقسيم قديش؟ 5 تقسيم 4. تمام؟ يبقى هذا الكلام بيساوي انه بدي احكي انه هو عبارة عن الافرج لهذا الكلام. طلع الايرور انا عندي في الابسوليوت ايرور، او خلينا نسميه اسمه مين ابسوليوت ايرور. فين عندي الروت مين سكويرد ايرور، ايش بروح بسوي؟ بروح باخذ بعمل تربيع، وبعدين باخذ المتوسط، وبعدين بحطه تحت الجذر، كل هاي العمليات. تمام؟ وبعدين انا عندي هنا اوكي الباقي ريلاتيف. فهذا خلينا نحكي انه هو عبارة عن هذا العدد تربيع، فبيساوي انه هذا باور النمبر اللي هو الايرور سيمي كولن هذا اكسل والباور 2. تمام، جبنا الافرج، والافرج لسه ايش بدنا ناخذ؟ بنحطه تحت الجذر. تحت الجذر معنى ذلك انه بدنا ناخذ نرفعه للقوة فانت عندك هنا بيطلع 29 هنا 56. تمام؟ الباقي ريلاتيف لسه بدك تطلع المتوسط وتعمل حاصل طرح تحت يعني حوالين بعض. انت يا بتستخدم هذا يا بتستخدم هذا، والاثنين يعني قراب من بعض يعني. انا لما اجي اقول لك والله انا في الريال استيت ايجنسي بنيت موديل، والموديل تبعي حصل معدل الخطا في السعر 2000 دولار. ولا تيجي لموديل ثاني وتيجي تقول لي انه انا معدل الايرور تبعي 10000 دولار. فهذا الرقم كل ما صغر بيكون افضل، هذا ايرور. اما في الكلاسيفيكيشن اكيورسي كل ما عالي بيكون احسن. يبقى في الريجريشن كل ما ينزل الايرور بيكون افضل، وفي الكلاسيفيكيشن كل ما عالي الايرور بيكون افضل. تمام؟
واضح يا جماعة؟ نقيس طريق معين نقيس كل الموديل اللي عملته بنفس الطريقة. بالضبط بالضبط. انت عندك اكثر من موديل كلهم يا بتستخدم مين ابسوليوت ايرور يا روت مين سكويت ايرور، هذا بيقول لك انه جاب نسبه ايرور 29، هذا جاب 100، هذا 17، فبتختار الاقل. طيب خلينا ناخذ بريك وبعديها بدنا نعمل ايفالويت للموديل تبعنا على بالكود يعني.